مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام في الميديا. طبعا حلقتنا النهاردة فيها أخبار وكواليس كتير عن المدير الفني الجديد الأوروغوياني مارتين لاسارتي، والوصل النهاردة النادي، وكان في طبعا جلسة مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وكمان عمل جولة في ملعب مختار التتش، وكمان في غرفة خلع الملابس ودولاب بطولات النادي الأهلي. بكرة إن شاء الله فيها يكون مؤتمر صحفي للإعلان عن الجهاز الفني الجديد رسميا. لكن خلينا بقى نتكلم الأول أو نديكم ملخص بسيط عن لاسارتي، وهو طبعا واحد من أصحاب التجارب التدريبية المثيرة والمهمة. سبق قبل كده وقاد المدرب الأوروغوياني أكتر من فريق، وحقق طبعا نتائج مميزة معهم. بيبلغ من العمر 57 سنة، اتولد في مارس سنة 1961 من أب أسباني وأم أوروغوانية، وابتدى مشواره مع كرة القدم كلاعب لعدد من الأندية المحلية في أوروغواي، لأن طبعا فترة تألقه كانت بقميص فريق ناسيونال الأوروغوياني، واللي طبعا ساهم كتير جدا في تحقيق كأس العالم للأندية معاه في نسخته القديمة أيام الانتر كونتيننتال سنة 88، وكأس الكوبا ليبرتادوريس سنة 1988. اتنقل لاسارتي للعبة في الدوري الأسباني ضمن صفوف فريق ديبورتيفو لا كورونيا الأسباني لمدة 4 مواسم قبل ما ينهي مسيرته كلاعب ويبتدي كمان في الدخول في عالم التدريب. بدأ مسيرته التدريبية في سنة 1997 مع أو كان وقتها مدرب لفريق رامبلا الأوروغوياني، وبعد كده بيلا فيستا، واتنقل بعد كده لتولي تدريب فريق الوصل الإماراتي واللي قاده في المركز الأخير وصعد بيه للمركز الخامس في نهاية الموسم. وبعد كده تولى تدريب فريق ريفر بلايت الأوروغوياني، ومن إنجازاته أو أهم إنجازاته كمدرب في الدوري الأوروغوياني دوري الدرجة الأولى في أوروغواي سنة 2005-2006 مع فريق ناسيونال الأوروغوياني، وكمان دوري الدرجة الثانية في أوروغواي سنة 2004، وصعد كمان بفريق ريفر بلايت الأوروغوياني لدوري الدرجة الأولى، دوري الدرجة الثانية كمان في أسبانيا سنة 2009-2010، وصعد بفريق ريال سوسيداد للدرجة الأولى، وكمان حقق مع فريق يونيفر سيداد التشيلي بطولة الدوري والكاس وكمان كاس السوبر في موسم 2014-2015. كمان لاسارتي من المدربين أصحاب العين الخبيرة في اكتشاف المواهب الكروية، وكمان هو كان صاحب الفضل كرويا في اكتشاف العديد من نجوم الكرة الكبار زي نجم منتخب أوروغواي نادي برشلونة الأسباني لويس سواريز. كمان بيعد لاسارتي هو الأب الروحي للفرنسي جريزمان، وكان أحد أبرز المواهب اللي تم اكتشافها أو اكتشافها المدرب أثناء فترة تواجده على قمة القيادة الفنية لفريق ريال سوسيداد الأسباني. كمان لاسارتي بيعتمد على اللعب بطريقة 4-2-3-1، وبيتمتع بمرونة تكتيكية بيجيد التعامل مع أحداث المباراة، وتوصف قبل كده بأنه مدرب الورقة والقلم، ده بسبب طبعا حساباته الدقيقة في التعامل مع كل المواقف اللي بتحصل جوه اللقاء. كمان بيتمتع لاسارتي بشخصية متميزة وعنده قدرة في التأثير على اللعيبة، وصاحب شخصية قوية جوه وبره الملعب. شعاره دايما هو الانضباط، وما يقدرش أبدا أنه هو يعني يخبي انفعالاته على مدار 90 دقيقة في الملعب، وكمان ما بيتكسفش أنه يعترف بأخطائه لو حصل أخطاء، وده طبعا أهم حاجة أو دي السياسة المهمة جدا اللي بينتهجها بعض المدربين عشان يحموا اللعيبة من سهام الانتقادات في أغلب الأحيان. كمان أنا عايز أقول لكم أن النادي الأهلي برضو أعلن رسميا عن ضم اللاعب الأنجولي جيرالدو من فريق أول أغسطس، وطبعا دي صفقة قوية جدا، خصوصا طبعا أن اللاعب ده لفت الأنظار في دوري أبطال أفريقيا في النسخة اللي فاتت، وهيكون طبعا إن شاء الله إضافة كبيرة للفريق. كمان كابتن محمود الخطيب قرر ان هو يعيد تشكيل وهيكله قطاع كره القدم على النحو التالي. اولا بالنسبه للفريق الاول لكره القدم، كابتن سيد عبد الحفيظ مدير للكوره، مارتين لاسارتي مدير فني، كابتن محمد يوسف مدرب عام، سباستيان مدرب مساعد، سامي قمصان مدرب، أليخاندرو مدرب احمال، كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. نروح لقطاع الناشئين، كابتن فتحي مبروك هو مدير للقطاع، كابتن هشام حنفي مساعد لمدير قطاع الناشئين. بالنسبة بقى لقطاع الأكاديميات، كابتن خالد الأمين مدير قطاع الأكاديميات، وكابتن عبد النبي عاشور مدير فني للأكاديميات. بالنسبة لإدارة اكتشاف المواهب، كابتن محمود صالح وكابتن ناجي خليل وكابتن حمدي أبو رادي وكابتن صديق الجمال. بالنسبة للتعاقدات طبعا التسويق، أكيد مهندس عدلي القيعي هو مستشار التعاقدات، كمان معاه كابتن أمير توفيق مدير للتعاقدات.
طبعا الفريق النهارده كمان هيختتم باذن الله استعداده لمباراه النجوم بكره في الدوري، وهيدخل ان شاء الله اللعيبه اللي هيختارهم كابتن محمد يوسف في معسكر مغلق استعدادا للقاء الهام بكره. طبعا مباراة من المباريات المؤجلة للفريق في الدوري المصري الممتاز من الجولة ال 12، الفريق كمان في انتظار الجماهير على ملعب السلام، يقدر أي واحد فيكم يدخل دلوقتي على الموقع الخاص، وطبعا يقدر كمان إن هو يحجز تذكرته من خلال الإنترنت ويروح للملعب، لأن ده هو الوقت بقى اللي كلنا لازم نقف فيه ورا الفريق، مفيش أي مشكلة إن أنت تحجز وتدخل دلوقتي على الموقع وتروح طبعا إن شاء الله بكرة وتحضر لقاء النادي الأهلي قصاد النجوم في اللقاء المؤجل من الجولة ال 12. كمان هنتكلم النهاردة معاكم عن كل جديد حصل في النادي الأهلي وفي الكورة المصرية والعالمية، ده غير طبعا جولتنا المعتادة في السوشيال ميديا. هيكون كمان ضيفنا النهاردة أستاذ تامر هشام الناقد الرياضي في وكالة أنباء الشرق الأوسط. وفي البداية طبعا لازم نروح معاكم لأهم العناوين. الأهلي يعلن التشكيل الجديد لقطاع الكرة. مارتين لاسارتي مدير فني، عبد الحفيظ مدير للكرة، ويوسف مدرب عام. مؤتمر صحفي غدا للإعلان عن المدير الفني الجديد. الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا للنجوم. فتح باب الحجز لتذاكر اللقاء والأهلي ينتظر جماهيره. الأنغولي جيرالدو ينضم للأهلي 4 مواسم ونصف. ومحمد صلاح يقود ليفربول اليوم أمام مانشستر يونايتد. نروح معاكم سريعا لأهم الأخبار اللي اتقالت عن النادي الأهلي في الصحافة. أخبار الرياضة، القيع يعيد أمجاد فلافيو وجلبرتو، جيرالدو صاروخ جديد في نادي القرن. الأخبار، الأحمر يضم الأنغولي جيرالدو لمدة 4 سنوات ونصف بعد منافسة مع الترجي. أخبار الرياضة، رهان على الصفقات الشتوية، الأنغولي جيرالدو في القلعة الحمراء محاولة أخيرة لضم الشحات ورمضان يقترب بقوة. الجمهورية، رمضان يقترب وحسم موقف الشحات بعد المونديال. الأهرام، الأهلي يدخل معسكر مغلق والفريق من ملعب النجوم لأثيوبيا مباشرة. المدير الفني، سجلنا 2 من 9 فرص صريحة ومباشرة أمام جيما. الأخبار المسائي، القوة الضاربة للأهلي تكتمل خلال 10 أيام والفريق يستعد للنجوم. روز اليوسف، أزار ومعلول وفتحي ينتظرون القرار الفني. يوسف، تركيزنا في النجوم وتمنيت التأهل لدور ال 16 بأفريقيا من اسكندرية. المصري اليوم، فحص طبي للشناوي وعاشور قبل مواجهة النجوم. الوفد، الكفراوي رئيس للبعثة في رحلة إثيوبيا، الأهلي يعدل لائحة أفريقيا ويوسف ينتقد إهدار الفرص السهلة أمام جيما. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار، وهنبتدي مع الاخبار اللي قالت ان نجح مسؤولين النادي الاهلي في استكمال مسيره تعزيز صفوف الفريق بضم لاعبين جداد خلال فتره الانتقالات الشتويه في شهر يناير اللي جاي. اعلن سيد عبد الحفيظ القائم باعمال مدير الكوره في النادي الاهلي عن تعاقد النادي الاهلي مع جيرالدو نجم نادي اول اغسطس الانجولي لمده 4 مواسم ونصف بعد منافسه قويه مع الترجي التونسي. وقال كمان ان مهندس عدلي القيعي مستشار التعاقدات انهى كافه الامور الاداريه والماليه، والمفروض انه هيحضر اللاعب القاهره ان شاء الله عشان ينضم للفريق خلال الايام اللي جايه. كمان الأهرام قالت تحت شعار لا وقت للراحة يختتم الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم استعدادا لمواجهة فريق النجوم المقرر ليها بكرة إن شاء الله في المباراة المؤجلة ما بين الفريقين من الأسبوع ال 12 في الدوري الممتاز. وبيعيش أبناء المارد الأحمر حالة من الإجهاد الشديد نتيجة طبعا لضغط المباريات الهائل، وده طبعا اضطر الجهاز الفني بقيادة كابتن محمد يوسف إنه يخفف الحمل التدريبي عشان يتجنب زيادة الإصابات. أبدأ يوسف
يوسف اندهاشه الشديد مما يتردد حول ان النادي الاهلي ادى بشكل متوسط في المباراه الاخيره، وقال ازاي فريق يقدر يوصل لمرمى المنافس بشكل صريح 9 مرات وما يسجلش غير مرتين بس يكون ادى بشكل سيء. وقال كمان في سوء حظ، مفيش شك ان في سوء حظ وبنحاول ان احنا نعالج الموضوع ده، لكن الفريق بيتقدم بشكل معقول ومع عوده المصابين والصفقات الجديده في يناير هنكون بشكل مختلف. وقال كمان ان هو ابن نادي الاهلي ومستعد ان هو يشتغل في اي موقع وفي اي وقت، ومش حدش هيقدر يزايد على حبه للنادي الاهلي او يتكلم عن ده، لان فضل النادي الاهلي بعد المولى عز وجل كبير جدا في كل اللي وصل ليه، وده طبعا كان بحسب كلامه. واكد كمان المدير الفني ان الفريق هيغادر مباشره من الملعب بعد موجه النجوم بكره في الدوري لمطار القاهره عشان يسافر لاثيوبيا استعدادا لخوض مواجهه الاياب قصاد جيما الاثيوبي يوم الجمعه اللي جايه. وقال كمان ان تمرين النهارده هيحدد مصير دخول عدد من اللعيبه لمعسكر الليله قبل مواجهه بكره ان شاء الله، ومنهم احمد فتحي وعلي معلول ومروان محسن وحسام عاشور. كمان الاخبار المسائي قال ان اكد محمد يوسف ان القوه الضربه للمارد الاحمر هتكتمل خلال 10 ايام بعد عوده عدد كبير من اللعيبه المصابه للتدريبات الجماعيه، واللي بدات بالفعل ان هي تظهر زي المغربي وليد ازارو والتونسي علي معلول، واللي بيتم التعامل معاهم طبعا بحرص عشان ما يرجعش مره تانية للاصابه، وكمان النيجيري جونيور اجايي ومحمد الشناوي واللي رجعوا للتدريبات مع مدرب حراس المرمى كابتن طارق سليمان. واكد كمان ان هيتم العمل على عدم تجدد الاصابه للعيبه. وكمان عقد محمد يوسف اجتماع مع اللعيبه طالبهم فيه ان هم يقفلوا ملف مباراه البطوله الافريقيه بشكل مؤقت ويركزوا من جديد مره ثانيه في الدوري الممتاز وفي مباراه النجوم اللي هتقام بكره ان شاء الله في اللقاء المؤجل من الاسبوع او من الجوله ال 12 في الدوري المصري الممتاز. ده كان اهم الكلام ال 12 على النادي الاهلي من امبارح للنهارده في الصحافه. نروح دلوقتي معاكم نشوف الكلام والاخبار اللي اتقالوا عن النادي الاهلي في مواقع الانترنت. بوابة أخبار اليوم، الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة النجوم اليوم. إكرامي وأزارو جاهزان لمواجهة النجوم في الدوري. الشروق حسام عاشور خارج حسابات المباراة. فيتو محمد يوسف يتحدث عن مواجهة النجوم ورسائله للاعبين. الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجوم. الوفد عبد الحفيظ وعدلي في اثيوبيا فجر الثلاثاء المقبل. البوابه محمد الشناوي يطير رفقه الاهلي لاثيوبيا. نروح معاكم سريعا لتفاصيل اهم الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي في مواقع الانترنت، وهنبتدي مع بوابه اخبار اليوم اللي قالت ان بيختتم النهارده الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي استعداده لمواجهه فريق النجوم المقرر ليها ان شاء الله بكره يوم الاثنين ضمن مؤجلات الجوله ال 12 من منافسه الدوري العام. وبيعلن كابتن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق قائمه معسكر مباراه النجوم بعد انتهاء تمرين الفريق النهارده على ملعب مختار التتش في الجزيره. النادي الاهلي استأنف تدريباته امبارح من غير ما يحصل على اي راحه بعد مواجهه جيما الاثيوبي مساء اول اللي هو يوم الجمعه في ذهاب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. كمان بوابه الاهرام قالت ان شريف اكرامي ووليد ازارو لعيبه الفريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي بقوا جاهزين لمواجهه النجوم المقرر ليها بكره ان شاء الله يوم الاثنين في المباراه المؤجله ما بين الفريقين من الاسبوع ال 12 في مسابقه الدوري الممتاز. اكرامي كان بيشتكي من الام في العضله الضمه في مباراه جيما الاثيوبي، الكلام ده كان اول امبارح في المباراه في ذهاب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا، وتمت راحه اللاعب من التدريبات امبارح واكتفى بس باداء تدريبات الجري حوالين الملعب قبل ما يعلن الجهاز الطبي ان اللاعب هيكون ان شاء الله لائق للتواجد في الحسابات الفنيه لمباراه النجوم. وكمان اكد الجهاز الطبي ان المغربي وليد ازارو تعافى تماما من الام العضله الخلفيه وبقى جاهز كمان بعد مشاركته بشكل طبيعي في تدريبات الكوره امبارح. الشروق كمان قالت ان اكد خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم في الاهلي ان حسام عاشور لاعب خط وسط الفريق مش هيقدر يلحق بمباراه النجوم المقرر ليها بكره ان شاء الله يوم الاثنين ضمن مؤجلات الجوله ال 12 من منافسات الدوري العام، وقال ان اللاعب بيعاني من التواء في كاحل القدم ومش هيقدر ان هو يلحق بالمباراه.
اشوف طبعا غادر مباراه تقديم الاثيوبي اول امبارح يوم الجمعه، كان متاثر باصابته في انكل القدم وخضع اللاعب لجلسات علاج وتاهيل عشان يقدر يتم تجهيزه للمرحله اللي جايه. وبيختتم طبعا النادي الاهلي استعداداته للقاء النهارده للقاء النجوم ان شاء الله بكره في الدوري الممتاز، اللقاء المتاجل من الاسبوع ال 12. نروح لفيتو محمد يوسف المدير الفني او المدرب العام دلوقتي طبعا بعد اعلان رسميا عن المدير الفني الحالي للنادي الاهلي الاوروغواياني لاسارتي. الخبر بيقول ان محمد يوسف اكد صعوبه مواجهه النجوم المقرره ليها ان شاء الله بكره يوم الاثنين ضمن مؤجلات الجوله ال 12 من منافسات الدوري العام، وقال كمان مباراة النجوم بتكمن صعوبتها في إقامتها ما بين مواجهتين للفريق في بطولة أفريقيا، لكن احنا جاهزين تماما للمباراة وبنتطلع لحصد الثلاث نقط. وقال كمان كابتن محمد يوسف بنحترم فريق النجوم وجهازه الفني، لكن لدينا هدف واحد وهو مواصلة الانتصارات في الدوري من أجل الاقتراب خطوة جديدة من القمة. وقال كمان ان أهمية مباراة النجوم في اعتبارها ضمن مؤجلات الفريق في مسابقة الدوري الممتاز، واتكلمنا طبعا قبل كده عن أهمية الفوز بكل المباريات المؤجلة عشان نقدر نحصد أكبر عدد من النقط في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي. بينضم لنا دلوقتي عبر الهاتف زميلنا كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي من النادي الاهلي في الجزيره، طبعا هيتكلم معانا عن استعدادات النادي الاهلي الاخيره قبل لقاء بكره قصاد النجوم، وكمان عايزين نعرف منه كواليس زياره النهارده المدير الفني الجديد الاوروغواياني لاسارتي للنادي الاهلي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك يا شيماء، اهلا بيك ومرحبا بيك في البدايه وكل مشاهديك وكل متابعي قناه الاهلي كل مكان. طبعا عايزين من الاول نطمن معاك على استعدادات الفريق ان شاء الله للقاء بكره، اللقاء المؤجل من الاسبوع ال 12 في الدوري ممتاز، وكمان عايزاك تحكي لي اللي حصل النهارده. اكيد النهارده كان يوم كبير في النادي الاهلي، كان اكيد في احداث كتير في زياره المدير الفني الجديد الاوروغواياني لاسارتي. طبعا في البدايه كالعاده النادي الاهلي بدون راحه من بطوله الدوري العام، من البطوله الافريقيه لبطوله الدوري العام، النادي الاهلي مستعد بكل قوه لمباراه النجوم، مباراه مؤجله من الاسبوع ال 12 من بطوله الدوري العام. كالعاده الكابتن محمد يوسف بدا تدريب اليوم انطلق فيها الساعه الرابعه عصرا محاضره فنيه داخل المستطيل الاخضر، التركيز والتحفيز والحديث عن المرحله القادمه وعن هذه المباراه بالتحديد، لان المباراه دي هتكون مباشره بعديها مباراه العوده فيما بطل اثيوبيا. لكن لو بنتكلم على مباراه غدا اللي هكون على استاد السلام باذن الله الاهلي والنجوم، النهارده النادي الاهلي كالعاده بيبدا تدريبه ببعض الجري حوالين الملعب، بعض الاطالات، ممكن بعض الفقرات البدنيه بسيطه جدا من الكابتن حسين عبد الدايم وايضا كمان طارق عبد العزيز الاخصائي للتاهيل. لكن لو بنتكلم بشكل عام النهارده يمكن لسه التدريب شغال يا شيما، حتى هذه اللحظه كان في بعض المربعات في جزء دلوقتي قدامنا تقسيمه، لكن في فصل كبير يمكن الكابتن محمد يوسف فصل جزء كبير جدا من اللاعبين، بعض اللعيبه طبعا اللي ما بتشاركش بشكل كبير خلال الفتره اللي فاتت دي اللي يمكن بتؤدي للتدريب في الكوره دلوقتي في هذه اللحظات، وايضا كمان للتقسيمه مجموعه كبيره انفصلت عن التدريب، عملوا بعض التدريبات البدنيه، تدريبات الكوره بسيطه جدا، لكن واضح جدا ان الجهاز الفني بيحاول ان هو يلتقط الانفاس، بيخلي اللعيبه تحاول ان هي تدوير بالراحه، مراحل تدريبيه لكل اللاعبين، لان في لعيبه بتشارك بشكل كبير وبشكل متواصل، اكيد طبعا يمكن بيبقى لود كبير على اللعيبه، حمل كبير على اللعيبه، وزي ما انت عارف كل مباراه بنحب نفقد لعيب سواء شد في العضله الخلفيه سواء كدمات او كده، لكن لو بناكد وبنتكلم طبعا على الاصابات اللي موجوده او اللعيبه اللي هتعود لنا ان شاء الله في المباراه، على راسهم طبعا الشناوي ووليد ازارو وعلي معلول واحمد الفكي وشريف، لكن الامر الخاص بشريف اكرامي شايفينه يمكن دلوقتي حالا غادر النادي، متوجه حاولنا ان احنا نخبر سريعا شريف اكرامي هل هيكون متواجد في القائمه الخاصه بها المباراه، لان اللحظات سيتم اعلان القائمه ان شاء الله اللي هتكون مباراه النجوم. من الواضح ان شريف حتى هذه اللحظه لم يتم شفائه بشكل كامل، لان المفروض انه يكون متواجد مع فريق النادي الاهلي، لسه الامر ده ما اتضحش بشكل كبير يا شيما، اكيد خلال لحظات هيصادم هذا الامر الخاص بيه القائمه، وايضا كمان
بالخاص بكل اللاعبين اللي هتعود خلال الاصابات، سواء احمد فتحي هيكون متواجد في القائمه هيريحه الكابتن محمد يوسف او هاني معلول هيكون داخل في القائمه ولا هيتم راحته، لسه الامر ده ما اتحسمش بشكل كبير. لكن لو بكلمك على الزياره طبعا والمدير الفني مستر مارتن لاسارتي المدير الفني الارجواني اللي هيقود ان شاء الله النادي الاهلي خلال الفتره القادمه، تواجد مستر مارتن لاسارتي فيها الساعه 11 صباحا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره، الكابتن سمير عدلي المدرب الكبير الاداري طبعا لفريق النادي الاهلي، الحقيقه طبعا استقباله العميد محمد برجان المدير التنفيذي، الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، كان في استقبال طبعا المدير الفني مستر مارتن، كانت جوله طبعا سريعه حاول ان هو طبعا يكون داخل مستطيل الاخضر الملعب، داخل غرفه خلع الملابس للاعبين بشكل عام، حاول ان هو ياخد جوله سريعه في النادي، انطباعه يمكن عن النادي الاهلي كالعاده اي حد يا شيما بيدخل النادي الاهلي او بيشوف المنشاه الكبيره بتاعت النادي الاهلي ينبهر بشكل كبير، النادي الاهلي صاحب قيمه كبيره جدا، تاريخ كبير جدا، الراجل كان منبهر بالشكل العام، حاول ان هو يروح الملعب، راح كمان المنطقه اللي خلف المدرجات، لان المنطقه اللي خلف المدرجات هيكون فيها خلال الفتره القادمه غرف اللبس الجديده للنادي الاهلي، في مجهود كبير على المستوى الانسيابي بيبذل زي ما انت عارف يا شيما، وايضا كمان على المستوى الفني، لو بنتكلم على التشكيل النهائي الخاص بها الجهاز الفني للنادي الاهلي، سيد عبد الحفيظ طبعا مدير الكره، مستر مارتن لاسارتي المدير الفني، كابتن محمد يوسف المدرب العام، كريستيان مدرب مساعد، كابتن سامي قمصان مدرب، وايضا كمان اليخاندرو مخطط الاحمال، واستمرار كابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، ده يمكن التشكيل الرسمي والنهائي للجهاز الفني للنادي الاهلي. لكن يمكن غدا زي ما انت عارف يا الساعه 12 الظهر هيكون مؤتمر صحفي للاعلان عن كل التفاصيل الخاصه بالتعاقد الخاصه على المرحله القادمه، مستر مارتن قال القياده الفنيه لفريق النادي الاهلي هل عقد مباراه النجوم ام عقد مباراه تشكيل بطل اثيوبيا، امور كثيره جدا سيتم طرحها وتساؤلات عديده جدا سيتم طرحها من الزملاء الصحفيين في المؤتمر الصحفي اللي تم تحديده غدا في الساعه 12 ظهرا بقاعه فقيا بازا بمقر النادي الاهلي في الجزيره. زي ما بنقول يا شيماء ان شاء الله باذن الله نتمنى للجهاز الفني التوفيق الفتره اللي جايه باذن الله، ان شاء الله باذن الله تكون البدايه موفقه لمستر مارتن للجهاز الفني كابتن سيد كل الجهاز بصراحه باذن الله بنتمنى الفتره اللي جايه فتره صعبه ومرحله مليئه بالتحديات، لكن ان شاء الله مجهود كبير بذل من مجلس الاداره وتاني كبير جدا كان نتكلم عليه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، قال مش عايزين نتسرع في اختيار المدير الفني، عايزين اختيار مدير فني يليق مع النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي لازم يكون مدير فني هدفه الوحيد هو الحصول على البطولات، وبالفعل يمكن الشخصيه بتاعت مستر مارتن من خلال تساؤلاتنا من خلال بحثنا عليه يمكن الراجل صاحب شخصيه مميزه جدا، عنده فكر كبير جدا ان شاء الله باذن الله لاعبتنا تستفيد منه، لاعبتنا بشكل عام الفتره اللي جايه عندها دور كبير جدا، كل البطولات باذن الله يا شيما الفتره اللي جايه تكون من نصيب النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله غدا تكون باذن الله المباراه من نصيب النادي الاهلي، الاهلي والنجوم في الاسبوع الثاني عشر مؤجله من بطوله الدوري العام. شكرا ليك كريم احمد مراسل قناه النادي الاهلي زميلنا المتواجد دلوقتي في استاد مختار التش. طبعا لسه قايل لنا كريم ان التمرين لسه شغال لغايه دلوقتي، ان شاء الله بعد التمرين ممكن نرجع مره ثانيه لكريم احمد ونعرف منه مين اللي هيدخل ان شاء الله النهارده المعسكر استعدادا للقاء بكره قصاد النجوم، اللقاء المؤجل من الاسبوع ال 12. نرجع مره ثانيه ونكمل اخبارنا من مواقع الانترنت، اخبار النادي الاهلي. موقع النادي الاهلي الرسمي قال ان اداره النادي الاهلي فتحت الحجز الالكتروني للجمهور حاملين البطاقات، وطبعا ده خاص بتذاكر مباراه النادي الاهلي والنجوم المقرر ليها ان شاء الله بكره الساعه 7 مساء على ملعب السلام في اللقاء المؤجل من الاسبوع ال 12 للدوري. ونشدت كمان اداره النادي الاهلي الجمهور ان هو يتحلى بالروح الرياضيه ويشجع فريقه ويلتزم بالتعليمات الخاصه بالمباراه. جمهور النادي الاهلي لازم يكون موجود، ده وقت جمهور النادي الاهلي، لازم كلنا ان شاء الله نكون ورا النادي الاهلي، يعني زي ما كلنا بنقول دايما ان اللاعب رقم واحد في الفريق هو الجمهور، لازم دايما تكون ورا النادي، لازم ما ينفعش في يوم من الايام ان احنا نعاقب الفريق وما نروحش وراه، يعني مش وقته ابدا، اللي جاي كله ان شاء الله هو الافضل. شايفين زي ما انتوا سمعتوا خطوات جديده، اعاده هيكله لقطاع كره القدم كله في النادي الاهلي، اللي جاي ان شاء الله كله خير، اصبروا شويه ولازم تكونوا ان شاء الله ورا فريقنا دايما وتشجعوه عشان نقدر ان شاء الله، يعني الفريق من غيركم مش هيقدر يعمل حاجه للمره المليون، جمهور النادي الاهلي هو اللاعب رقم واحد. نرجع تاني لاخبارنا والوفد، الوفد بيقول انه بيطير كابتن سيد عبد الحفيظ القائم باعمال مدير الكوره في الجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم، وكابتن سمير العدي المدير الاداري لاثيوبيا النهارده الفجر
او بكره ان شاء الله الفجر عشان يرتبوا للامور المتعلقه برحله فريق الكوره عشان يخوض طبعا مباراه جيما الاثيوبي والمقرر ليها الجمعه اللي جايه في اياب دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا. بيتطلع عبد الحفيظ وعدي للاطمئنان على الامور الكافه المتعلقه بالاقامه وبالانتقالات وملاعب التدريب وغيرها من الامور التنظيميه قبل وصول بعثه النادي الاهلي لاثيوبيا. كمان مجلس اداره النادي الاهلي قرر تكليف ابراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أنه يتولى مهمة رئاسة بعثة الفريق في رحلتها لأثيوبيا. كمان البوابة قالت أن قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي اصطحاب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق في رحلة أثيوبيا القادمة واللي طبعا جاية استعدادا لمواجهة جيما الأثيوبي. وشناوي طبعا غاب عن قائمة الفريق في المباريات اللي فاتت بسبب إصابته في العضلة الضمة ونفذ اللاعب خلاص البرنامج التأهيلي عشان يتعافى من الإصابة ورجع للانتظام في التدريبات الجماعية. مشاهدينا دلوقتي نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل من معاكم بقيت فقرتنا في كلام في الميديا. خليكم معنا. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. وقبل ما نروح لاخبارنا المحليه والعالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج معانا الاول عبر الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. مساء الفل على حضرتك. طيب للاسف عندنا مشكله في الاتصال نرجع مره تانية ونعاود الاتصال بالعميد محمد مرجان. نروح بقى معاكم دلوقتي لاهم اخبارنا العالميه واخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع اتحاد الكره يفاوض نيجيريا لمواجهتها وديا في مارس المقبل. سوبر كوره اجيري ينتظر النيجر لتحديد مكان وديه مارس. الوفد تأجيل اجتماع اتحاد الكرة 24 ساعة. سوبر كورة اتحاد الكرة يبدأ التجهيز لتنظيم كان 2019. الفجر أبو ريدة يتلقي دعوة لحضور نهائي مونديال الأندية. الوفد مورينيو يتحدث عن محمد صلاح قبل الكلاسيكو. الشروق فان دايك صلاح مميت داخل منطقة الجزاء. فيتو حسين الشحات يكشف سر الإشارة بالرقم 3 للاعب الترجي. الشروق تريزيجيه على رادار شتوتغارت. سكاي نيوز رونالدو يعترف بمعاناة اليوفي. سبورت 360 سباق التعاقد مع إسكو يوفنتوس يواجه عمالقة إنجلترا. أس بعثة ريال مدريد تطير للإمارات لخوض منافسات كأس العالم للأندية. كرة يوفنتوس يستعد لتقديم العرض الأول لرابيو. سبورت 360 بالوتيلي يتهم الحكام بمجاملة رونالدو. نروح معاكم لتفاصيل أهم الأخبار. نبتدي الأول بالأخبار المحلية من اليوم السابع. اليوم السابع قال إن دخل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني بوريدا في مفاوضات مع الاتحاد النيجيري لكرة القدم لإقامة مباراة ودية مع الفراعنة خلال فترة التوقف اللي جاية والمحدد ليها من الفترة من 18 ل 26 مارس. وطبعا طلب أجيري المدير الفني لمنتخب مصر إن هو يواجه منتخب أفريقي قوي في المعسكر اللي جاي واللي هيشهد أيضا مواجهة النيجر في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019. كمان سوبر كورة قالت أن بينتظر مسؤولين المنتخب الوطني تحديد النيجر الموعد النهائي لمباراة الفريقين في الجولة السادسة والأخيرة في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا عشان يتم حسم مصير المباراة الودية واللي هيخوضها الفراعنة في مارس اللي جاي وطرفها التاني طبعا. وفي حالة إعلان الكاف إقامة بطولة أمم أفريقيا 2019 في مصر بشكل نهائي فهيتراجع الجهاز الفني عن إقامة المباراة الودية خارج مصر على أن تقام في القاهرة وبحضور كمان الجمهور عشان يعتاد اللعيبه على اجواء المباريات الكبيره في القاهره خصوصا طبعا وان هم هيتعرضوا لضغط جماهيري كبير بسبب ضروره المنافسه بقوه على اللقب عشان طبعا يقدروا ان هم يكونوا متواجدين في الفتره المقبله. واكيد طبعا اللقاءات دي هتكون على ارض الفراعنه وبين جمهورهم. كمان الوفد قالت ان اتفق مجلس اداره اتحاد الكوره برئاسه هاني بوريدا على تاجيل اجتماع المجلس من يوم الاثنين لغايه يوم الثلاث بسبب
ارتباط بعض الأعضاء بأعمال خاصة، ويناقش اجتماع الجبلية العديد من القضايا الهامة، ومنها طبعا مستقبل مسابقة الدوري الممتاز. كمان سوبر كورة قالت ان مجلس ادارة اتحاد الكورة برئاسة كابتن هاني وريدة عمل اجتماع يوم الثلاث او هيعمل اجتماع يوم الثلاث عشان يناقش ترتيبات استضافة مصر لبطولة امم افريقيا في 2019 بعد اعتذار المغرب عن التنظيم. ووضع اتحاد الكورة تصور بشأن تنظيم واستضافة البطولة على ان تقام في مجموعتين في القاهرة وزيها طبعا في اسكندرية، ويستضيف ملعب برج العرب وملعب اسكندرية مباريات كل مجموعة، وتقام مجموعة في الاسماعيلية عليها كمان ومجموعة أخرى في بورسعيد، وتقام البطولة من 6 مجموعات بعد قرار زيادة المنتخبات المشاركة ل 24 منتخب، وتكون استعداد أو الاستاد بتاع بيترو سبورت وجهاز الرياضة العسكري والمقاولين العرب طبعا يستضيفوا اللقاءات في المنتخبات القادمة أو التدريبات عفوا للمنتخبات القادمة. كمان الفجر قالت ان هاني ابو ريده رئيس الاتحاد المصري تلقى دعوه رسميه من جانب الاتحاد الدولي الفيفا عشان يحضر نهائي كاس العالم للانديه، ومن المفترض ان يتواجد في نهائي المونديال السويسري جاني انفانتينو رئيس الفيفا واحمد احمد رئيس الكاف. المباراه اللي هتقام ان شاء الله 22 من الشهر الجاري. كمان الوفد قالت ان البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لمان يونايتد الانجليزي اتكلم عن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي لما كان مدرب ليه في تشيلسي قبل المواجهه المرتقبه اللي هتجمع ما بين الشياطين الحمر والريف مساء اليوم على ملعب انفيلد رود ضمن الجوله ال 17 من الدوري الانجليزي او البريمير ليج. اكد مورينيو ان محمد صلاح كان مشروع لاعب جيد لما كان لاعب في تشيلسي، لكن بعد كده او في الوقت ده كان بس مجرد لاعب سريع وضعيف جسمانيا ومحتاج لعمل كتير وتطور بشكل كبير، ودلوقتي هو تطور بشكل كبير جدا وبقى لاعب ناضج بمقدرته للذهاب لاي مكان. كمان وصف محمد صلاح بالقوة النووية بالنسبة لليفربول، وكمان قال ان محمد صلاح اتطور بدنيا لما كان موجود في بازل كان مجرد صبي سريع وهش، الان اصبح رجل قوي جسمانيا. وقال كمان اتذكر انني اشركته في ملعب وايت هارت لين وفي ملعب الاتحاد وكان الامر كبير عليه، الان هو يلعب في كل مكان ضد اي فريق يستطيع الذهاب لبرشلونه لمدريد. وقال كمان لقد اكتسب خبرات عندما لعب في ايطاليا، لقد عاد البريمير ليج شخصا مختلفا تماما عندما اشترى تشيلسي من بازل. وقال كمان لا اعتقد ان معرفتي به هتساعدني في ايقافه، لقد تطور بشكل كبير لكن سنحلل نقاط قوة وضعف ليفربول، فهم لديهم نقاط قوة لكن محمد صلاح يعتبر هو القوة النووية. كمان الشروق قالت ان فيرجيل فان دايك لاعب نادي ليفربول الانجليزي قلل من الضجة اللي كانت معمولة على عدم احتفال محمد صلاح بأهدافه في الفترة اللي فاتت، وطبعا اتكلم عن أداء محمد صلاح وعن مستواه مع بريس. وقال كمان باندك ان محمد صلاح بيعيش حياة سعيدة في الأنفيلد رود على الرغم من عدم احتفاله بالأهداف. قال كمان خلال تصريحاته لصحيفة ميرور البريطانية انه وهو بيسجل الأهداف بيبتسم، بالتأكيد لن يستطيع ان يبتسم في كل ثانية من اليوم ولكني اعلم انه يستمتع بالأهداف اللي بيسجلها. وشكك باندك في ولاء من يقللون من مستوى محمد صلاح هذا العالم لفريق ليفربول. كمان قال البعض يقول انه يسجل اهداف قليله مقارنه بالعام الماضي ولكن هؤلاء دائما من خارج النادي. وقال كمان باندك شتوا بمستوى محمد صلاح او كمل شتوا بمستوى محمد صلاح، وقال كمان ان مستواه مرتفع جدا واظهر ده لما كان بيلعب طبعا في اللقاءات الأخيرة. نروح فيتو. فيتو كمان قالت ان حسين الشحات اللاعب المصري المحترف في صفوف العين الاماراتي كشف عن طبعا او كشف ان احد لاعبي الترجي ضربوا بدون اي سبب، فكانت اشارته بالرقم 3 للعيبه الترجي التونسي خلال لقاء الفريقين امبارح يوم السبت في كاس العالم للانديه. قال الشحات انه بعد ما اشار بالرقم 3 تعرض للسب والبصق من بعض لاعبي الترجي التونسي، وقال ان ما فعله جاء كرد فعل على ما حدث من لاعب بطل تونس. وقال كمان ان
نجلو طلب منه الاحتفال بإشارة سبايدر مان بعد كل هدف، وقال إنه مش عارف إن كان يرغب في ذلك لتقليد سبايدر مان أو مروان محسن مهاجم النادي الأهلي. وكمان قال إنه وصول فريقه لنص نهائي مونديال الأندية كان أهم من تسجيله لهدف من 3 أهداف لفريق وسط الترجي التونسي. أكد كمان الشحات عندنا حافز للمنافسة على البطولة، لكن بنعاني من ضغط المباريات قبل مواجهة ريفر بليت في نص النهائي، ولا يوجد مباراة سهلة، وريفر بليت سيدخل مباراة وهي الأولى لهم لكنها ستكون الثالثة لنا. كمان الشروق قالت ان كشفت تقارير صحفيه عن رغبه شتوتغارت الالماني لضم محمود حسن تريزيجيه نجم المنتخب الوطني وقاسم باشا التركي. وقالت صحيفه بلد الالمانيه ان اداره شتوتغارت هتخاطب نادي قاسم باشا عشان تتعاقد مع تريزيجيه خلال فتره الانتقالات الشتويه اللي جايه. وقالت الصحيفه ان نجم قاسم باشا ظهر بمستوى جيد خلال مشاركته مع الفراعنه في كاس العالم الاخير واللي اقيم في روسيا، بالاضافه لتالقه هذا الموسم مع فريقه. كمان سكاي نيوز قالت ان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي اعترف بمعاناه فريقه في قمه تورينو على الرغم من الفوز بهدف دون مقابل. سجل رونالدو الهدف من ركله جزاء في شباك تورينو عشان يرفع رصيده ل 11 هدف في الدوري الايطالي في الموسم الحالي ويتقاسم صداره هدافين المسابقه. وقال كمان رونالدو كانت مباراه معقده وكنا بنلعب على ملعب صعب وامام منافس قوي. وقال كمان اعتقد اننا لعبنا بشكل رائع وحققنا فوز مستحق برغم المعاناة. كمان سبورت 360 قالت ان اصبح مستقبل صنع العاب الاسباني اسكو مع نادي ريال مدريد في محل شك كبير بعد تجاهله من قبل مدربه الارجنتيني سانتياغو سولاري المدير الفني الجديد لريال مدريد. ورصدت بعض التقارير الصحفيه ان نادي يوفنتوس الايطالي حامل لقب الكالتشو بيدور جديا على سبل للتعاقد مع الاسباني اسكو مستغله طبعا فتره الاخير الصعبه مع نادي ريال مدريد. وقالت وسائل الاعلام الانجليزيه ان انديه ارسنال ومانشستر سيتي بيتنافسوا على التعاقد مع اللاعب. وقالت التقارير ان المدرب الايطالي ساري المدير الفني لتشيلسي طلب كمان تدعيم صفوف البلوز بالتعاقد مع اسكو. وقالت كمان ان المدرب الاسباني اوناي امري المدير الفني لنادي ارسنال او الجانرز شايف ان مواطنه اسكو افضل بديل الالماني مسعود اوزيل واللي بيبتعد عن مستواه في الفتره الاخيره. واخيرا كمان ذكرت ان مانشستر سيتي بقياده المدرب الاسباني باب جوارديولا يريد جعل اسكو خليفه لمواطنه الساحر ديفيد سيلفا واللي تعدى عمره ال 32 عام. كمان الناس الاسبانيه قالت توجهت بعثه فريق ريال مدريد الاسباني بقياده المدير الفني سانتياغو سولاري رفقه 25 لاعب للامارات النهارده الصبح للمشاركه في مونديال الانديه والمقامه دلوقتي في ابو ظبي في الفتره من 12 ل 22 ديسمبر. بيشارك ريال مدريد في مونديال الانديه كبطل لبطوله دوري ابطال اوروبا في الموسم اللي فات وهيواجه كاشيما الياباني يوم الاربعاء المقبل. كمان كورة أو موقع كورة قال إن بيترقب يوفنتوس الإيطالي نتائج اجتماع باريس سان جيرمان مع اللاعب الشاب أدريان رابيو المرشح للرحيل عن الفريق الفارسي بقوة خلال الفترة اللي جاية. وقال موقع توتو ميركاتو ويب إن يوفنتوس بيستعد خلال الأيام اللي جاية لتقديم العرض الأول للتعاقد مع رابيو، وبينتظر يوفنتوس نتائج الاجتماع عشان يتقدم بأول عرض لضم رابيو، خاصة وإن عقده بينتهي بنهاية الموسم الحالي ويقدر ان هو يرحل مجانا في الصيف اللي جاي. وبيعتبر برشلونه من اكثر الراغبين في التعاقد مع اللاعب الفرنسي اذ يتواصل مع اللاعب ووالدته اللي بتدير اعماله، وده في محاوله لاقناعه للانضمام للنادي في الصيف المقبل مجانا. طيب سبورت 360 كمان قالت ان ماريو بالوتالي مهاجم نيس الفرنسي اثار الجدل بعد ما استعان بلقطه كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس ضد تورينو لتوضيح مدى الظلم اللي بيتعرض ليه في الملاعب. وكان كريستيانو رونالدو احرز هدف المباراه الوحيد في شباك تورينو من علامه الجزاء، وبعد كده ذهب للاحتكاك مع حارس المرمى اثناء احتفاله مما جعل الحكم يشهر بطاقه صفراء في وجهه
يتساءل بالوتيلي حول إن كان هو في نفس موقف رونالدو، فما هي العقوبة التي سيتلقاها جراء هذا التصرف، ملمحا طبعا إن الحكم أو الحكام يتصيدوا دي الأخطاء دايما وبيجاملوا اللعيبة الكبار. ونشر المهاجم الإيطالي مقطع الفيديو للقطة احتكاك رونالدو مع حارس تورينو عبر حسابه الرسمي على موقع الانستغرام، وعلق عليها: ماذا لو كنت أنا من فعل ذلك؟ مشاهدينا معنا دلوقتي مع فاصل سريع، بعد الفاصل هنرجع وهيكون إن شاء الله عندنا جولة في مواقع التواصل الاجتماعي. رجعنا سريعا ولسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل دلوقتي معاكم لمعادنا في جولتنا في السوشيال ميديا وأهم اللي اتقال واللي اتنشر على مواقع التواصل الاجتماعي. هنبتدي بمؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي اللي نشر صورة على الانستجرام وكتب: اجتهد لسه الطريق طويل. نشر كمان عمرو بركات لاعب النادي الأهلي على الانستجرام صورة من تدريب الفريق وكتب: النجاح الحقيقي يتطلب التضحية. جيلبرتو لاعب الأهلي السابق نشر صورة للتعاقد مع اللاعب الأنجولي جيرالدو على تويتر وكتب: مبروك جيرالدو على انضمامك لأفضل نادي في العالم، مرحبا بك في بيتك. كمان احتفل محمود لاعب النادي الأهلي الجديد، محمد محمود عفوا لاعب الأهلي الجديد بعد ميلاد حسام غالي، نشر صورة لكابيتانو على تويتر وكتب: كل سنة وانت طيب يا كابيتانو يا قدوة. كمان نشر أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي الشاب صورة لغالي على تويتر وكتب: كل سنة وانت طيب يا كابتن حسام. نشر كمان عماد متعب نجم الأهلي السابق صورة مع غالي على تويتر وكتب: كل سنة وانت طيب يا حسام يا غالي. نشر كمان ناجي جده صورة لي مع حسام غالي وكتب له: عيد ميلاد سعيد يا غالي. وكمان اللاعب السابق والممثل أحمد صلاح حسني نشر صورة لحسام غالي على تويتر وكتب: كل سنة وانت طيب يا غالي. عالميا بقى نشرت صفحة في الجول على تويتر صورة لحسين الشحات لاعب العين الإماراتي بعد ما فاز على الترجي في كاس العالم للأندية 3-0 وأحرز الشحات هدف من الثلاث أهداف، وكتبت صفحة في الجول: حسين الشحات أول لاعب مصري يسجل هدف في كاس العالم للأندية مع فريق غير النادي الأهلي، المصري الرابع اللي بيسجل في البطولة بعد محمد أبو تريكة عماد متعب سيد حمدي، وكمان هو تاني مصري بيشارك في البطولة مع فريق غير مصري بعد حسني عبد ربه مع أهلي دبي. كمان نشر حسين الشحات صورة من المباراة على تويتر وكتب: الحمد لله على المكسب، مبروك جمهور الزعيم. نشر جابرييل خاسس لاعب مانشستر سيتي لتألق امبارح في مباراة فريقه مع إيفرتون وأحرز هدفين، نشر صورة على تويتر من المباراة اللي انتهت بفوز السيتي بثلاث أهداف لهدف واحد وكتب: فوز على ملعبنا، مبروك للجميع على الأداء الرائع. كمان أوتوماندي لاعب المان سيتي نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب: ثلاث نقاط مهمة على ملعبنا للحفاظ على تقدمنا، أحسنتم يا شباب. نشر كمان برناردو سوفا صورة على تويتر من المباراة وكتب: العودة لأيام الفوز في البريمير ليج، مبروك خاسس. كمان نشر فرناندينيو لاعب مانشستر سيتي صوره ليه من المباراه على تويتر وكتب: سعيد بالعوده للملعب والفوز بمباراه اخرى مع اداء رائع للفريق باكمله لنستمر في التقدم. كمان امريك بورت لاعب السيتي كمان اتعرض لاصابه في وشه وده كان اثناء المباراه ونشر صوره على تويتر وعلق: كل شيء على ما يرام، شكرا جزيلا ليكم على الرسائل، احسنتم يا رفاق. كمان لروي ساني نشر صورة من المباراة على تويتر وكتب: فوز مستحق على ملعبنا، مبروك خاسس. كمان أنتوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد فاحتفل بالمباراة رقم 300 ليه في الدوري الأسباني قصاد ريال بلد الوليد ونشر صورتين على تويتر، واحدة لاحتفاله بهدفه في المباراة والثانية مع المدرب الأراجواني لازارتي واللي كان أول مدرب يديه فرصة في 2010 مع ريال سوسيداد، وكتب غريزمان: اليوم لعبت المباراة رقم 300 في الدوري الأسباني، الأحلام تتحقق، شكرا لكل من رافقني في طريقي. كمان احتفل ديجو جادن بوصوله للمباراة رقم 350 في الدوري ونشر صورة من مباراة بلد الوليد وكتب: اليوم
خط المباراة رقم 350، وهل هناك أفضل طريقة للاحتفال من الفوز؟ كمان لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد نشر صورة على انستغرام مع كلورا باز حارس مرمى الفريق الملكي والاحتفل بعيد ميلاده امبارح وكتب كل عام وانت بخير اتمنى ليك حياة سعيدة. احتفل برضو بول بوجبا بعيد ميلاده او بعيد ميلاد زميله في مانشستر يونايتد لينجارد ونشر فيديو على انستغرام وكتب عيد ميلاد سعيد لينجارد ما زلت مجنونا لم يتغير شيء. تعالوا نشوف الفيديو. My guy birthday today, man. From, you know, day one, you know, day one, yeah. From Aston Mercy and Sayang and that, you know, Queens Road, Moss Lane, you know. Take that, take. Whoa. yeah, you can. This is my guy birthday, man. You know. Hey. Hey! Yeah! Jesse's birthday! Woo! Oh! Hey! Yeah! Whoa! كمان نشرت صفحة الليغا على الانستغرام صورة لمودريتش مع الكرة الذهبية في استاد سانتياغو برنابيو وكتبت مجرد طفل مع كاسه. كمان نشرت صفحة بلاتشر على تويتر صورة لمودريتش ورونالدو مع الكرة الذهبية في استاد سانتياغو وكتبت للسنة الثالثة على التوالي لقد اعتادوا على وجودها في البرنابيو. نشر كمان اسانسيو على تويتر صورة من مباراة ريال مدريد مع رايو فايكانو واللي انتهت بفوز الريال بهدف نظيف وكتبت فوز جيد على ملعبنا القادم كاس العالم للأندية. نشر البولندي ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني صورة على الانستغرام من مباراة فريقه مع هانوفر اللي انتهت بفوز البافاري وكتب 4-0 انتصار آخر وهدف آخر. نشر كمان لاعب بايرن ميونخ الألماني جنابري على الانستغرام صورة من المباراة وعلق قائمة الأربع أطباق يقدمها لكم اليوم بايرن ميونخ. نشر هاري كين نجم توتنهام الإنجليزي على الانستغرام صورة من مباراة بيرنلي واللي انتهت بفوز سبيرز بهدف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضايع وكتب حققنا الفوز في نهاية اللقاء المثابرة كانت مفتاح الفوز لا تستسلم أبدا أحسنت يا سكيبري في أول ظهور ليك في البريمير ليج. في إيطاليا بقى احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب اليوفنتوس بإحراز هدف فوز فريقه على تورينو في ديربي مدينة تورين ونشر رونالدو صورة من المباراة على تويتر وكتب انتصار مهم إنجاز تاريخي الهدف رقم 5000 ليوفنتوس. أخيرا نشر كمان أمريكان لاعب اليوفنتوس صورة من المباراة على الانستغرام وكتب مباراة كبيرة أخرى وفوز مهم جدا في أول ديربي ليا. مشاهدينا دلوقتي نطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضيفنا النهارده استاذ تامر هشام ناقد رياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. رجعنا سريعا لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا ومن ضمننا دلوقتي في الاستوديو استاذ تامر هشام الناقد الرياضي في الشرق الاوسط. مساء الخير عليك. مساء الخير. اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. كله تمام طبعا. من امبارح للنهارده وبالاخص بقى من النهارده الصبح من زياره لاسارتي للنادي الاهلي تفقده بقى لاستاد مختار التتش ودولاب البطولات والجوله اللي عملها جوه النادي السوشيال ميديا كلها قايمه وكل الناس بتتكلم عن لاسارتي المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. شفت التعاقد معه ازاي؟ تمام. هو من امبارح للنهارده كان في احداث كتير جدا في النادي الاهلي، كواليس كتير، تعاقد مع لازارتي، تعاقد مع جيرالدو. امبارح اتفاجئنا كلنا ان مجلس الاداره اعلن وصول لازارتي لمطار القاهره والقاهره تمهيدا للتعاقد معاه، والنهارده بالفعل تم التعاقد مع لازارتي عشان يمسك الفريق ان شاء الله الفتره الجايه. انا شايف ان مجلس الاداره وبالاخص كابتن محمود خطيب اتعامل بذكاء كبير جدا مع الموضوع. جدا يعني سمعنا اجتهادات فظيعه كتير، يمكن 100 اسم جه علينا سمعناه ولا واحد فيهم كان توقعه او اجتهاده كان صح. ما تمش ذكره في اي تقرير أبداً. واي اجتهاد صحفي الفتره الاخيره. الناس كلها كانت رايحه لاسماء ثانيه خالص، ستيف بروس، كيكي فلوريس، حتى مارينو دياز، كارينيو، كل الناس كانت بتتكلم على اسماء كتير مرشحه لتدريب الاهلي. مجلس الاداره وبالخاص كابتن محمود الخطيب المختص بملف قطاع الكره
قدر ان هو يروح في حته ثانيه خالص واثبت للناس ان هو كان شغال في ملف ثاني خالص. اسم مارتن لازارتي كان بعيد تماما عن كل التقارير الصحفيه اللي كل التوقعات. محدش خالص كان متوقع ان لازارتي هيكون مدرب الاهلي دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه. وكان حريص برضو مجلس الاداره ان التعاقد مع المدرب يتم من خلال الموقع الرسمي. موقع رسمي فقط امبارح اللي ذكر وصول لازارتي لمصر عشان يدرب النادي الاهلي. ما فيش حد اتكلم خالص عن الموضوع. صحيح. تمام، كان في سريه كبيره عن الموضوع جدا، يعني يمكن اكيد طبعا وصوله النهار امبارح للقاهره ده معناه ان كان في مفاوضات معاه على الاقل قبلها باسبوعين ثلاثه من بدري. كان في اكيد طبعا. فان يكون كل الوقت ده في سريه تامه وكل الاسماء اللي بنسمعها كارينيو شويه دياس شويه ستيفن بروس شويه اسامي كلها بعيده تماما. صحيح. ستيف بروس صحيح، اسماء كلها بعيده عن مارتن لازارتي. طبعا يعني ما فيش ولا شخص واحد كان بيجتهد الاجتهاد الصح يعني. يمكن كمان من انجازاته دوري اوروجواي في الدرجه الاولى في سنه 2005 2006، دوري الدرجه الثانيه في اوروجواي 2004، صعد كمان بفريق ريفر بليت الاوروجواياني لدوري الدرجه الاولى، دوري الدرجه الثانيه كمان في اسبانيا في 2009 2010، وصعد كمان لازارتي بفريق ريال سوسيداد الدرجه الاولى، كمان حقق مع فريق يونيفرسيداد لتشيلي بطوله الدوري والكاس وكمان كاس السوبر في 2014 2015. كمان بيقولوا عليه انه من المدربين اللي عندهم عين حلوه قوي، يعني خبير ازاي يقدر يكتشف المواهب الكبيره. وطبعا لو اتكلمنا هنتكلم عن لويس سواريز، هنتكلم كمان عن طبعا جريزمان اللي لسه نشر صوره معاه صحيح يمكن امبارح بيتكلم عن مشواره في كره القدم وعن اول شخص اكتشفه، فهو طبعا كان لازارتي. يمكن لازارتي هو يعتبر اسم جديد على الكره المصريه وعلى الملاعب المصريه وحتى الكره الافريقيه، بس هو يعتبر اسم كبير في امريكا الجنوبيه وله اسم كبير وتجربه كبيره في اسبانيا زي ما قلت مع ريال سوسيداد. قدر مع ريال سوسيداد ان هو يطلعهم من دوري الدرجه الثانيه للليغا الاسبانيه وعمل معاهم مستوى كويس جدا، والفريق صعد المركز الخامس معاه بعد ما كان بيلعب في دوري الدرجه الثانيه. طبعا ليه تجارب كبير في امريكا الجنوبيه، كدرب فرق كتيره في اوروجواي ابرزها طبعا ناسيونال، قدر ياخد الدوري ثلاث مرات مع فريق ناسيونال، درب فرق في تشيلي، درب فرق في كولومبيا، وكمان الحاجة الكويسة ان هو زار المنطقة قبل كده وزار الشرق الاوسط قبل كده، كان مدرب لفريق الوصل الاماراتي سنة 2002، قدر مع فريق الوصل ان هو يوصلهم لمركز كويس المركز الخامس، مسك الوصل كان الوصل فريق المركز الاخير في جدول الدوري الاماراتي، قدر ينهي الموسم معاهم في المركز الخامس، وده شيء كويس ويضيف ليه مع فترة الجامعة الاهلي ان هو برضو يعرف يزور المنطقة العربية، عارف شكل الكورة ازاي هنا، عارف تفاصيل برضو كويسة. ويعني ممكن بس يكون في نقطه سلبيه بس عليه ان هو يعني اخر مره اخر فريق تولى تدريبه كان فريق ناسيونال في اوروجواي، رحل عنه في ديسمبر 2017. يعني هو يعتبر سنه كامله بدون تدريب، بس ان شاء الله دي ما تكونش نقطه سلبيه ويقدر يكمل مشواره على الاهلي ان شاء الله بشكل كويس الفتره الجايه. يا رب ان شاء الله. من الكلام برضو اللي سمعناه عن لازارتي ان هو عنده شخصيه قويه جدا جوه الملعب وبره الملعب، ودايما يعني ما بيتكسفش ان هو يواجه اخطائه، يعني لما بيخطا بيطلع وبيقول انا الغلط ده غلطي عشان ما يخليش اللعيبه هم اللي يشيلوا الغلط بتاعه او هم اللي يتحملوا طبعا الضغوطات من الجمهور. يعني من بحثنا عليه كده خلال الساعات اللي فاتت عرفنا ان لازارتي يعني زي مدربين امريكا الجنوبيه، يعني مدرب عنده حميه، بيعرف يمكن النقطه الايجابيه اللي فيه ان هو بيعرف يتعامل نفسيا كويس جدا مع اللعيبه، بيقدر يحضر اللعيبه يخش الماتشات، بيقدر يطلع كل الطاقات من اللعيبه. برضه كمدرب تكتيكي هو بيميل لطريقه 4 2 3 1 صحيح، ودي الطريقه اللي الاهلي تقريبا بيعتمد عليها في الفتره اللي فاتت، مش هيكون في اختلاف كبير. برضه برضه مدرب تكتيكي كويس، قرينا عنه ان هو كان عمل شغل كبير مع ريال سوسيداد طبعا في الدوري الاسباني، دوري مش سهل، وانك تصعد بفريق زي ريال سوسيداد من دوري الدرجه الثانيه للليغا الاسبانيه وياخد مركز خامس زي ما شفنا، طبعا مدرب كويس وان شاء الله نتمنى له التوفيق ان شاء الله مع الاهلي الفتره الجايه. اكيد ان شاء الله. طيب كمان من امبارح للنهارده كان في احداث تانية حصلت غير طبعا لازارتي وتولي القياده الفنيه للنادي الاهلي، جيرالدو لاعب الانجولي وانضمامه لنادي الاهلي. اللاعب ده لعب باول اغسطس اللي طبعا كان لفت الانظار كلها ليه في الموسم اللي فات من دوري ابطال افريقيا. تمام، جيرالدو امبارح برضو الاعلى من ضمن الاحداث والكتير اللي حصلت امبارح،
الاهلي اعلن تعاقده مع جيرالدو نجم فريق بريمير دي اغوستو الانغولي. التعاقد هيستمر لمده 4 سنوات ونص. جيرالدو يعتبر النجم الاول في انغولا، نجم اول اغسطس الانغولي، قدر ان هو يصعد الفريق في النسخه اللي فاتت من دوري الابطال للدور نصف النهائي، وكان الفريق قريب جدا من انه يوصل للمباراه النهائيه. لولا طبعا شفنا الاحداث اللي حصلت في الماتش اللي قبل النهائي قدام الترجي. جيرالدو لعب 10 مباريات في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي فات، قدر ان هو يسجل 4 اهداف، وكان احد نجوم الفريق ان لم يكن النجم الابرز. صنع 3 اهداف، احرز 4، كان واحد من ابرز نجوم البطوله السنه اللي فاتت. الاهلي قدر ان هو يخلص الصفقه برده في سريه، قدر كان في منافسه كبيره معاه مع الترجي التونسي ومع الهلال السوداني، الاثنين كانوا عايزين ياخدوا جيرالدو. نجح الاهلي ونجح باشمهندس سعد القيعي في ان هو يسافر لانجولا ويخلص الصفقه برغم وجود منافسه كبيره جدا مع الترجي. جيرالدو لعيب موهوب، لعيب جناح، يقدر يلعب في جناح ايسر ويقدر يلعب جناح ايمن وصانع العاب، يعني هو رجليه الشمال برده كويسه جدا. ستايله كده قريب من ستايل شيكابالا، قريب من ستايل وليد سليمان. لعيب مهاري، عنده تسديده قويه جدا، بيقدر يلعب ضربات ثابته بشكل كويس جدا، هيفيد الاهلي كتير الفتره الجايه، واظن ان هو ابرز صفقه في الاهلي لغايه دلوقتي. صحيح. طيب نروح كمان لاعاده الهيكله اللي حصلت في قطاع الكره كله، سواء في الفريق الاول وكمان الاكاديميات وقطاع الناشئين. شفنا النهارده قرارات كتير جدا حصلت، وكان اهمها اكيد طبعا بالنسبه للفريق الاول، سيد عبد الحفيظ هو مدير للكوره بيستمر في منصبه اللي كان مؤقت، مارتن لاسارتي هو المدير الفني القادم للنادي الاهلي، محمد يوسف مدرب عام، سباستيان مدرب مساعد، سامي قمصان مدرب، أليخان مدرب احمال، كابتن طارق سليمان مدرب لحراس المرمى. شفت ازاي استمرار طبعا كابتن محمد يوسف الجهاز الفني المعاون للاسارتي المدير الفني القادم او الجديد للنادي الاهلي؟ يعني الكل كان فتره فاتت منتظر عوده كابتن محمود الخطيب من المانيا بعد الرحله العلاجيه. كابتن محمود الخطيب هو اللي بيدير ملف الكوره بنفسه. صحيح. كان في جدل الفتره اللي فاتت، كان في اخبار كتير وتقارير كتير عن اسم المدير الفني، عن شكل قطاع الكوره الفتره الجايه. النهارده المجلس الاداره نهى كل الجدل ده وحسم الموضوع تماما. اعلن تشكيل جديد للجهاز الفني بقياده مستر مارتن لاسارتي طبعا، واستمر كابتن محمد يوسف منصب المدرب العام، ومعاه كابتن سامي قمصان، وفي مدرب جاي مع لاسارتي سباستيان في مدرب مساعد، ومدرب احمال اليخاندرو. يعني ده تقريبا هيبقى في هيدي شويه استقرار للفريق الفتره الجايه، هيدي شويه استقرار لداخل النادي، هيبقى في بقى تركيز في الماتشات الجايه للاهلي. صحيح. الاهلي مجبر على مباريات مهمه جدا، اولها بكره مع النجوم. صحيح. كل مباريات الاهلي تقريبا في الدوري صعبه، مفيش مباراه مش مهمه، مفيش مباراة كمان سهلة. حتى كل الفرق، كل مباريات الدوري صعبه على كل الفرق. اكيد نبدا بكره مع النجوم. الدوري بقى شكله مختلف تماما جداً. دلوقتي خالص يعني خالص. يعني الدوري المصري تحول فجاه، كل الفرق عندها الفرصه ان هي تنافس، كل الفرق بتبقى نازله وعندها الفرصه ان هي تكسب، انها تكسب. المستويات بقت متقاربه لحد كبير، كل الفرق مش داخله المباريات مش ضامنه انها تكسب، ما فيش ماتش سهل. وبالذات الاهلي الفتره اللي فاتت كان في طبعا كبوه في نوفمبر، قدر يخرج منها مع اول شهر ديسمبر، وحقق 3 انتصارات متتاليه في الدوري على بتروجيت وعلى الجونه واخيرا على طلائع الجيش، وقدر يكسب طبعا فريق الجيم الاثيوبي. يعني الفريق فاق شويه من الكبوه اللي كان فيه. صحيح. وكل المباريات اللي جايه طبعا مباراه كؤوس، الاهلي لازم يكسب كل المباريات الجايه، بيخش الماتشات وهو بيفكر في هدف واحد هو الفوز. أكيد. مباراه في الدوري، مباراه في افريقيا، برده يوم الجمعه على طول ماتش جيم الاثيوبي في اثيوبيا. يعني الاهلي عايز يعدي. شايف ازاي اللقاءات الكتير اللي ورا بعضها؟ يعني يوم الجمعه اللي فاتت كان لقاء جيم الاثيوبي، رجعنا سبت الحد معسكر اهو احنا داخلينه الاثنين اللقاء مع النجوم، بعد النجوم على طول متوجهين من ملعب المباراه لاستاد القاهره عشان هيكون في سفر كمان لاثيوبيا عشان اللقاء القادم قصاد جيما يوم الجمعه اللي جايه طبعا، واحنا عارفين قد ايه ان الطيران في افريقيا بيكون صعب ومجهد. شايف اللقاءات ورا بعض هتأثر سلبا على النادي الاهلي او على مستواه الفتره اللي جايه؟ يعني هو الاهلي اتعود على كده من بدري، الاهلي على طول بيلعب في افريقيا، بيلعب في الدوري المحلي، بطوله عربيه، على طول بيكون في مباريات متلاحقه على الاهلي. الفتره الجايه هو ماتش الجمعه ان شاء الله مع جيما الاثيوبي هيكون مباراه صعبه، الاجواء في اثيوبيا مش سهله، بيبقى في نقص في الاكسجين في كل المباريات اللي بنلعبها في اثيوبيا. صحيح. الاهلي زار اثيوبيا قبل كده في بطولات افريقيا مرتين تقريبا. لعب مع البن الاثيوبي مرتين، مره تعادلنا 0-0 ومره 1-1، فان شاء الله الماتش الجاي برده كان نفسنا النتيجه في مباراه الذهاب تكون افضل، كان نفسنا الفرص الكثيره اللي جات للاعيبه الاهلي
كانت يعني النتيجه تكون اكبر من كده. 2-0 نتيجه لحد ما جيده، مباراه الذهاب والاياب 2-0 تكون نتيجه كويسه، بس كان طبعا كان افضل ان احنا نحسم الامور من مباراه الذهاب. صحيح. الماتش لو خرج 3 او 4. شفت مستوى الفريق الاثيوبي ازاي قصاد النادي الاهلي؟ هل ممكن يكون في منه خوف او قلق في المباراه القادمه؟ يعني هو طبعا مستواه متواضع لحد ما، بس برضه مش عايزين نطمن للموضوع. وصول النادي الاهلي كمان للمرمى حوالي 9 مرات. 9 مرات يعني، وبس تسجيلنا لهدفين من التسع محاولات او من التسع كرات اللي كانوا خلاص يعني على وشك ان هم يترجموا لاهداف. يعني شفتوا ازاي؟ كان نفسنا طبعا النتيجه تبقى افضل من كده، لكن الفريق ان شاء الله قادر ان هو يخلص الموضوع، قادر ينهي المباراه من مباراه الاياب ان شاء الله في اثيوبيا. زي ما قلت لك كان في زيارتين قبل كده لاثيوبيا، الاهلي قدر يعني ما خسرناش في اثيوبيا، لعبنا مرتين وتعادلنا، والنتيجه كافيه للصعود ان شاء الله في لدور المجموعات. صحيح. يعني الاهلي عايز يعدي المرحله دي بكل ما فيها بكل الصعوبات اللي فيها. مباراه الذهاب كان فيه صعوبات كتير جدا، الاهلي دخل المباراه مضطر بقايمه مكونه من 16 لعيب بسبب الاصابات وبسبب الغيابات اللي كانت متسلسله في ازارو ايقاف، طبعا لعيبه كتير جدا مصابه. صحيح. المرحله الجايه في لعيبه كتير ابتدت ترجع، علي معلول شارك في التمرينات الجماعيه. حقيقي. ازارو شارك، احمد فتحي بيشارك. فالفتره الجايه في قوه ضربه كتير هترجع للاهلي، هيقدر هتأثر اكيد ايجابيا مع الفريق ان شاء الله، هتأثر بشكل كبير. صحيح. وشكل الاهلي يتحسن الفتره الجايه، طبعا كمان لوجود الصفقات الجديده ويعني واشراكها هتفرق كتير طبعا. اول فريق كمان كله شكله هيتغير مع بدايه يناير. ده كمان الكلام اللي قاله لنا كابتن محمد يوسف، قال استنوا النادي الاهلي بشكل مختلف تماما في يناير القادم. في يناير ما انا زي ما قلت لك احنا بس عايزين الاهلي عايز يعدي المرحله دي، عايز يعدي الفتره اللي شغال فيها دلوقتي بافضل النتائج، وبعد يناير يبقى في كلام تاني، في صفقات جديده. طبعا الاهلي ضم محمود وحيد ظهير ايسر مصر المقاصه، وده هيمثل برضو حل لازمه دفاع الاهلي. محمود لاعب وسط ودجله. انا بتكلم على محمود وحيد، هيبقى موجود كظهير ايسر مع علي معلول، ده هيدي الفرصه لايمن اشرف ان هو يرجع تاني يلعب في مركز المساك اللي تالق فيه بشكل كبير. محمود طبعا لعيب صغير في السن، امكانياته كبيره جدا، يقدر يشتغل في منطقه وسط الملعب. وعايز اقول لك ان من ابرز برضو الصفقات اللي هتتم في يناير هي عوده جونيور اجاي وعوده صالح جمعه. اكيد طبعا. جونيور اجاي كان من اهم عناصر الاهلي الموسم اللي فات. صالح جمعه انا شايف ان هو يعني هو السنتين اللي فاتوا هو ممكن يكون هو ندمان عليهم، وده اللي واضح، وده اللي طبعا كلنا شايفينه خلال لقاءاته التلفزيونيه، وكمان دخوله مع كابتن سيد عبد الحفيظ قبل كده عبر الهاتف في برنامج هنا في قناه النادي الاهلي، كمان وجوده مع زميلي عمر ربيع ياسين في لقاء يمكن من ايام على شاشه قناه النادي الاهلي، اتكلم قد ايه هو ندمان على اللي فات وطلب من الجمهور ان هو ياخد فرصه ثانيه عشان يثبت نفسه. قال كده بالظبط، وهو شايف ان هو المره دي هو قادر ان هو يرجع. هو صالح جمعه يعني صالح جمعه ما فيش لعيب تقريبا زيه في مصر. صحيح. لعيب كامكانيات كامكانيات نص ملعب، كامكانيات لعيب كوره، لعيب بصير، بيقدر يصنع اهداف. صالح جمعه يمكن الوحيد اللي يقدر يلعب في كل مراكز نص الملعب، يقدر يلعب كديفندر دفاعي، يقدر يلعب كلعيب وسط دايره، يقدر يلعب كصانع العاب. هيبقى في حضور كتير جدا لو صالح جمعه رجع وركز مع النادي الاهلي، بس صالح جمعه هيبقى اضافه كبيره جدا في يناير. صحيح. طيب نرجع ونتكلم عن الصفقات عامه للنادي الاهلي، شايف النادي الاهلي محتاج ايه تاني؟ محتاج يدعم صفوه مين تاني؟ الاهلي ابرم حتى الان 3 صفقات. صحيح. اتوقع ان هيكون في صفقتين كمان من الدوري المصري، من اللعيبه المحليين. اكيد المحلين. طب احنا لو هنتكلم طبعا عن الاجانب، الكلام دلوقتي كله بيتقال ان كوليبالي هيرحل عن النادي الاهلي عشان يعرفوا يأيدوا جيرالدو. شايف الكلام ده ازاي؟ اكيد بعد التعاقد مع جيرالدو امس، هو اظن ان الاسم الاقرب للرحيل هو سليف كوليبالي. كوليبالي طبعا كلنا عارفين ظروف انضمامه للنادي الاهلي، بس ده اكيد هيسبب ازمه دفاعيه، يعني برضو احنا عندنا مشكله، عندنا نقص دفاعي. الدفاع. ما انا زي ما قلت لك هو يعني الفتره الجايه محمود وحيد هيمثل حل كبير، هيدي فرصه لايمن اشرف انه يرجع في مركز المساك مره ثانيه. السنه اللي فاتت تقريبا ايمن اشرف هو كان لعب الموسم كله في مركز المساك. صحيح. فمحمود وحيد هيحل الازمه دي. هل تتوقع ان النادي الاهلي ممكن يدعم صفوفه في الدفاع بلاعب محلي اخر؟ لاعب محلي. مين؟ في لاعب محلي خلال الايام هيكون موجود في النادي الاهلي، واظن الاسم الاقرب هو محمود مرعي. محمود مرعي مدافع محمود مرعي محمود مرعي مدافع وادي دجله.
يعني خلال ايام ممكن يكون هو الصفقه الرابعه للاهلي ان شاء الله. يا ريت. طيب لو بنتكلم طبعا عن النادي الاهلي واتكلمنا كمان عن ضياع الفرص الكتير في اللقاء اللي فات، 9 محاولات على المرمى ما تترجمش منهم غير بس هدفين، شايف ان الاهلي عنده مشكله في انهاء الهجمات وهل لازم يشتغل عليها في الفتره اللي جايه المدير الفني الجديد للنادي الاهلي؟ دي من ضمن الازمات اللي الاهلي بيعاني منها الفتره الاخيره. طبعا لاحظنا طبعا كميه الفرص اللي كانت في مباراه جيما الاثيوبي، هدفين بس بعد ما وصلنا 7 مرات لمرمى الفريق الاثيوبي. بطوله افريقيا السنه دي هتبقى صعبه اكيد. الكاف عامل نسخه استثنائيه من البطوله في العام اللي احنا شغالين فيه، يعني نهائي بطوله افريقيا السنه اللي فاتت الاهلي والترجي كان يوم 9 نوفمبر، صحيح، والنسخه الجديده بدات على طول في نهايه نوفمبر. الكاف عايز يعدل نظام البطوله، عايز يخلي دوري ابطال افريقيا بنفس تفاصيله نفس مواعيد دوري اوروبا. هتبتدي البطوله من اول النسخه الجايه، هتبدا في اغسطس. طب هتبدا في اغسطس ازاي بقى؟ هتبتدي ازاي في اغسطس واحنا لسه ما خلصناش النسخه دي؟ ما هي النسخه دي كانت استثنائيه. لا احنا بنتكلم عن الدوري، احنا بنتكلم عن الدوري. لا الدوري الله يكون في عون اتحاد الكوره ولجنه المسابقات، في كميه مباريات مؤجله كتير جدا. طبعا بطوله افريقيا كمان هتتلعب في يونيو القادم، وبشكل كبير هتكون موجوده في مصر ان شاء الله، فده هيسبب ازمه للجنه المسابقات. لكن هم اكدوا ان هم قادرين ان هم نتمنى ينظموا جدول المسابقه قبل البطوله، وهتستمر اللي بعد البطوله كمان. جمهور النادي الاهلي ودوره في الفتره اللي جايه شايفها ازاي؟ ده دوره دلوقتي، دور جمهور الاهلي تقريبا مفيش وقت للانتقاد، مفيش وقت لانتقاد اسم مدرب، لانتقاد اسم لاعب، ده وقت جمهور الاهلي، وقت الدعم الحقيقي، وقت المؤازره الحقيقيه للفريق. زي ما قلت لك الاهلي عايز يفوق من اللي حصل الشهر اللي فات، ويعني خلاص مهما كان اسم المدرب اللي كان هيجي للنادي الاهلي كانت هتلاقي فيه انتقادات عليه. يعني كل الاسماء اللي اتطرحت الفتره الاخيره كان في ناس معه وكان في ناس ضد. اي اسم كان هيجي للاهلي الفتره دي كان هيكون فيه انتقادات كتيره ليه. اكيد مجلس اداره مش هيقدر يرضي طموحات كل الجماهير، في اراء مختلفه، لكن هو طبعا كابتن الخطيب هو اقدر واحد يتكلم مع ملف الكوره، صح، اقدر واحد يكون قريب من الملف، هو اللي اختار اسم المدرب، وده وقت الدعم ليه ايا كان هو مين. جمهور الاهلي لازم يدعم الفريق دلوقتي، لازم يؤازره عشان الفتره الجايه ان شاء الله نرجع. اكيد. تامر خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاك بقيه كلامنا عن الجمهور وعن النادي الاهلي، عن مشواره الافريقي وكمان عن مشواره في الدوري المصري الممتاز، لكن بعد الفاصل. رجعنا تاني ولسه مكملين معاكم وحوارنا مع استاذ تامر هشام الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط. كنا بنتكلم طبعا عن دور الجمهور، جمهور النادي الاهلي في الفتره اللي جايه، واهميه الجمهور في دعم فريقنا ان شاء الله سواء في البطوله الافريقيه او في الدوري المصري الممتاز. يعني بكره اول مباراه بعد التوقف الافريقي اللي فات، مباراه النجوم. زي ما قلنا مباراه صعبه زي كل مباراه بيلعبها الاهلي. هي المباراه يكون فيها حضور جماهيري، وزي ما اعلن الاهلي امبارح ان هو فتح باب الحجز تذاكر المباراه، يعني نتمنى يكون في دعم اكبر من جماهير الاهلي الفتره الجايه. شفت ازاي الحضور الجماهيري للنادي الاهلي في اللقاء اللي فات في دوري ابطال افريقيا قصاد جيما الاثيوبي؟ يعني ما كانش بالكثافه العاديه الكبيره، بس برضه وجود صوت في المدرجات، وجود حتى لو عدد قليل في المدرجات بيدي برضه حماس للعيبه، بيدي انطباع ان احنا لازم نقول ان النادي الاهلي في امس الحاجه دلوقتي لجمهوره. ده اكتر وقت الاهلي محتاج فيه جماهيره. الاهلي عنده عدد كبير من المباريات الفتره الجايه في الدوري وفي بطوله افريقيا، الاهلي محتاج يكسب كل المباريات الجايه في الدوري عشان يرجع للمنافسه تاني ويرجع لمكانه الطبيعي في جدول المسابقه. ده الدور الطبيعي للجمهور، وده اكتر وقت الاهلي محتاج فيه جماهيره. طيب عايزين برضو نقول لكم ان كمان دلوقتي في البريمير ليج ليفربول مع مانشستر يونايتد، ليفربول بيتقدم عن طريق ساديو ماني في الدقيقه 24 على مانشستر يونايتد، وطبعا محمد صلاح نجمنا المصري بيلعب اساسي من بدايه اللقاء. طيب بنتكلم عن اللقاء القادم قصاد النجوم، عن اهميه طبعا لقاءات النادي الاهلي المؤجله كلها عشان النادي الاهلي يقدر يرجع مره ثانيه او يرجع كالمعهود ليه ان هو يتقدم في دوري او في ترتيب الدوري الممتاز. شايف الدوري في الموسم الحالي مختلف ازاي غير طبعا ان كل الفرق متقاربه وكل ممكن يكسب، في ايه اهم الظواهر الباينه جدا في الدوري المصري في الموسم الحالي؟ يعني شكل المنافسه اختلف كبير اختلف كتير عن الفتره اللي فاتت. بقى في فرق كتير تقدر تقف قدام فرقه كبيره، في فرق كتير دلوقتي تقدر تاخد نقط من اهلي من زمالك. طبعا ظهور فريق بيراميدز برده كان
ظهر بشكل كويس ومن ضمن المرشحين لان هم ينافسوا على المراكز المقدمه في البطوله. الاهلي كان بعيد طبعا طول الفتره اللي فاتت عن الدوري اللي انشغلوا بطوله افريقيا النسخه اللي فاتت، لكن مع توالي المباريات الاهلي حقق 3 انتصارات، والفتره الجايه برده مطالب ان هو يكون موجود في البطوله ويقدر يكسب المباراه المؤجله عشان يقدر يرجع مكانه طبيعي في المقدمه. لو كلمتك عن توقعاتك للمربع الذهبي في الموسم الحالي مين فيه؟ يعني هو هتبقى صعبه شويه، لكن طبعا اهلي زمالك بيراميدز ممكن يدخل معاهم، ممكن يكون في مفاجاه في المركز مقاولين مثلا، ممكن اي حد يكون في المركز الرابع. حاسس قدم مستوى كبير جدا مع المقاولين في الفتره فاتت. انتاج الحربي كمان، انتاج حربي برضو مستوى كويس جدا، يعني صعب جدا ان احنا نتوقع اي نتيجه مباراه، صعب جدا. صحيح. بشكرك جدا تامر هشام الناقد الرياضي في وكاله انباء الشرق الاوسط، نورتنا النهارده اكيد في كلام في الميديا، استمتعنا بوجودك معانا. مشاهدينا انتهت حلقتنا النهارده من كلام في الميديا، اشوفكم ان شاء الله بعد بكره يوم الثلاث القادم في حلقه جديده الساعه 5 مساء. بكره ان شاء الله يكون الفوز هو حلفنا في لقاء النادي الاهلي المؤجل من الاسبوع ال 12 قصاد النجوم. يوم سعيد على حضراتكم.